دازت الاجواء والنتيجه واش كانت منصفه لفريق اتحاد طنجه؟ بصراحه يعني كنا متقدمين بهدفين في الشوط الاول، يمكن العياء هو اللي خلانا يعني مركزوش في الشوط الثاني في البدايه ديالو، ولكن الحمد لله على كل حال فهي نتيجه بالنسبه لي ايجابيه رغم ان نتيجه التعادل. نتمنى من الله ان شاء الله يعني المقابله الجايه ضد فريق الجيش الملكي نحاولوا نركزوا اكثر في الاخطاء ديالنا باش نرجعوا ان شاء الله واحد ثلاثه نقاط من الرباط ان شاء الله. فكما شفتي الاجواء الحمد لله كانت جميله، كان حضور في المستوى ديال الجمهور ديالنا ولا حتى الجمهور ديال تطوان. قدمنا كنظن جوله اولى مثاليه، حققنا جوج ديال الاهداف. كنظن بانه الجوله التاليه ما استطعناش على اننا نتعامل مع المباراه بالطريقه اللي كان لازم. كنظن الهدف المبكر اللي سجلوه فريق الخصم خلاهم على انهم يسترجعوا شيئا ما من الثقه ديالهم ورجعوا في النتيجه. جاونا مجموعه فرص كنا ممكن نحسم النتيجه، على العموم كتبقى النتيجه عادله للفريقين وحد سعيد فريق اتحاد طنجه ان شاء الله. كيفاش كتشوفوا المقابلات الجايه ديال فريق اتحاد طنجه؟ كنظن من بعد ما وصلنا على مباراه جيده كنظن بان لا خوف على فريق اتحاد طنجه، غادي ان شاء الله يقول الكلمه ديالو. عندنا مجموعه في المستوى ان شاء الله، غادي ضروري غنفرحوا الجمهور ان شاء الله. فكنظن الاجواء ديال المقابله كما شاهدتوا فهي كانت اجواء رائعه، الجمهور كان حاضر بقوه اللي عطى واحد نورق لهذه المقابله هذه. كنظن ان مقابله بشوطين، الشوط الاول فريق اتحاد طنجه، الشوط الثاني الفريق المتطواني بكل امتياز. فبعد ما سجلوا يعني لنا هدفين فدخلنا يعني بواحد الحماس واحد التركيز اللي هو كبير باش نرجعوا في النتيجه وكذلك نسجلوا الهدف ديال الفوز. كما لاحظتوا في الشوط الثاني كنا كبقى قوسين او ادنى باش نسجلوا الهدف الثالث لولا سوء الحظ. والحمد لله يعني مقابله كانت جميله واستمتعنا بالاداء المقابله هذه، والحظ اوفر للفريق ان شاء الله في القادم الدوارات. من بعد هزيمتين الفريق المغربي التطواني واش النتيجه ديال التعادل اليوم يمكن انها ترفع المعنويات ديال الفريق؟ فبالفعل فبعد كنا منهزمين بهدفين لصفر، فكنظن يعني هذه النتيجه هذه تكون صالح الفريق التطواني ترفع المعنويات ديال اللاعبين. كنظن الاداء اللي قدمناه في الشوط الثاني فهو عطى واحد الثقه للفريق باش ان شاء الله في قادم الدورات يكون الفريق قوي ويحقق نتائج ايجابيه ان شاء الله. ان الحكم اليوم هو اللي خرج على هذه المقابله هذه. طنجه ديما معرضه للتحكيم، دابا ثاني مقابله وحنا اللي كنعرفوا مع الاسف الشديد اللي كنضيعوا مقابله هنايا من اجل التحكيم. والحمد لله استمتعنا بمقابله جميله، شاهدنا اربعه الاهداف. الحمد لله المقابله خرجت سالمه غانمه، سالمه ما كاين لا شغب وغانمه بربعه الاهداف. نتمنى ان الديربي يبقى غادي في هذا المنوال.